مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على طاولة البحث الأكاديمي والجامعي. في هذه الندوة الوطنية التي تنظمها جامعة محمد الخامس جدال بالرباط والمركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات والمعهد المتوسط لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يسائل الجامعيون والخبراء والمهتمون مضمون الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017. الغرض من هذه الندوة هو مساءلة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 ومحاولة قراءتها قراءة علمية وأكاديمية واستخراج أهم مضامينها ومساءلتها ومساءلة منهجتها وأيضا طريقة تنفيذها وتدبيرها. مداخلات المشاركين في الندوة انكبت على استخراج مضامين خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وهم أساساً الإطار السياسي لتنفيذها والإطار التشريعي والمؤسساتي لإجراء الخطة، إضافة إلى الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان.